العالم جميعا يتابع قضية الأسيرات والأسرى تحت في سجون الاحتلال، ونحن نعلم أن الأسيرات والأسرى محرومون تماما من العلاج، حيث يقتصر العلاج فقط على المسكنات مهما كان المرض. ونلاحظ حتى كانت أمراض السرطان، كانوا الأسرى يصلون إلى درجة الموت، وللأسف إسرائيل ضربت بعرض الحائط كل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في هذا المجال. وحاليا أيضا يتعرض الكثير من الأسيرات والأسرى للمرض، وحتى يعني رغم أنه جائحة كورونا يعني جعلت كل الدول تتكافل من أجل إعطاء اللقاح لكل إنسان بغض النظر إن كان خارج السجون أو داخلها، لكن إسرائيل لا تزال لا تعنى بهذا الموضوع، وكيف تعنى وهي قوة محتلة لأرضنا. أيضا أريد كنت أعرج على موضوع تفضلي. الضغط النفسي الذي عانته اللاجئة الفلسطينية أثناء جائحة كورونا والإغلاق، خاصة مع أولادها، حيث أن الضغط أيضا كان هناك ضغط نفسي على أبنائها، حيث انقطعوا عن المدارس، عن أعمالهم، عن أنشطتهم. فأدى ذلك، كنا نسمع دائما نصائح من الأطباء إنه الاكتئاب يؤدي إلى ضعف المناعة، وهذا من الممكن أن يلتقط فيروس كورونا الشخص يعني من كثرة الخوف أو الاكتئاب أو بهالمعنى. لكن هناك كانت نوافذ مضيئة يعني صراحة قامت بها الأونروا واتحاد المرأة الفلسطينية من هذه الناحية، خاصة عن طريق التواصل عن طريق الإنترنت، ويعني تخفيف والتواصل مع الأمهات هل عبر المرشدات ذلك النفسية. من أجل توعية المرأة، أم من أجل تمكينها أو التطوير الذاتي لها بحيث تنسجم مع هذه المرحلة الاستثنائية وتستطيع التعايش معها؟ يعني حاليا بحكم يعني خف يعني مر يعني مرت فترة خفت الإصابات بهالمعنى، وأصبح العدد قليل بحكم الالتزام طبعا الأشخاص بالتعليمات والإجراءات الوقائية. فطبعا كان هناك استمرار من قبل اتحاد المرأة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني بالتوعية الدائمة والدعوة إلى تلقي اللقاح، وخاصة أيضا كان هناك تعاون بين الدولة اللبنانية ووزارة الصحة اللبنانية والهلال الأحمر الفلسطيني بإعطاء اللقاح. وطبعا نفتخر بمستشفى الشهيد الهمشري الذي قام بالتعاون، وهو يعني أرسل لوزارة الصحة اللبنانية بإجراء فحص البي سي آر من أجل أن يكون يعني أصبح المشفى يقوم بدوره كما دور المشافي الأخرى، ويعتبر طبعا هذا المشفى هو من أوائل المشافي الذي دخل واستجلب هذه الأجهزة بالتعاون مع السفارة الفلسطينية، وفعلا كانت له جهود جبارة، وللآن طبعا مستمرة خاصة في وجود المتحور الجديد. هناك طبعا جهود من أجل يعني أن تبقى صحة المواطن واللاجئين الفلسطينيين بأتمها. لكن هناك لدي عتب على وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا،
بأنهم للآن لم يجروا بشكل خاص الفيروس، يعني عفوا لقاح فيروس كورونا، يعني تم الاعتماد كأنه على الدولة، بينما الآن أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين لم يتلقوا هذا اللقاح. فمن المتوجب على الأونروا أن تقوم بهذا بأسرع وقت، وخاصة أنه هناك الآن إشاعات للأسف تأتي الرسائل الإلكترونية بالتخويف من هذا الفيروس، نعم. يعني فيتوجب الجميع ذكرتي المسؤولين. أستاذة هيفا الأنروا، ونحن نسمع أن الأنروا أصلا تعاني من ضعف في ميزانيتها هذه الأيام، وبالتالي هي أصلا كانت لديها مشاكل في توفير الدواء قبل الجائحة. صحيح، لكن الآن يعني كان هناك اجتماعات لدعم الأونروا، ويعني حسب علمنا أنها تتلقى المساعدات حاليا رغم العجز، وأنها لم تسد العجز، لكن يعني كان من المتوجب أن يكون هناك يعني جهود أكبر، بغض النظر أيضا عن استجلاب اللقاح أو دفع ثمن اللقاح أو بهالمعنى. ربما يعني لا ندري إن كان هناك اتفاق يعني داخلي بينها وبين الدولة، بحكم إنه فعلا اللقاحات متاحة للجميع في لبنان، حتى اللاجئين والأجانب يعني المقيمين في لبنان. هذا يعني أمر جيد، نعم. لكن نتمنى كنا مثلا إنه كان هناك عائلات عندما تصاب بكورونا لا تستطيع أن تأتي بالأدوية والفيتامين سي وهذه يعني الأمور، لماذا الأدوية التي لعدم تحتاج، قدرتها ماديا على كان شراء هذه هذا على الأدوية؟ لا، لكن موجودة، هي موجودة كأدوية، موجودة في داخل عيادات الأونروا، لكن كان يقتصر معظمها فقط على الإبلاغ، إنه يطلبوا اللاجئين يخبرون عيادات الأونروا أن لدينا حالات كورونا أو بهالمعنى، لكن لا يقدمون لهم، لم يكن يقدمون لهم الدواء، يعني سواء فيتامين أو أي أدوية تخفف من من حدة أعراض الإصابة. هذا. نعم نعم سيدتي الكريمة، نعم، فهناك تقصير الحقيقة من جهة الأونروا، نتمنى أن يتم علاجه، خاصة نحن يعني في مواجهة متحور جديد.